أعظم عمل على الإطلاق، على الإطلاق، أن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك. أودعها الله عندك أمانة، فإما أن تعرفها بربها، وإما أن تحملها على طاعته، وإما أنها تقبل عليه فتزكو. وزكاة النفس ثمن الجنة. قد أفلح بالقرآن، بعتقد آيتان أو ثلاثة فقط، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذاً تنجح وتفلح وترقى وتنجو وتتفوق وتكون عاقلاً وذكياً وحكيماً حينما تزكي نفسك، لأنها رأس مالك، لأن هذه النفس إذا زكيتها استحق الجنة ربها. صدقوا أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها من أخطر آيات القرآن الكريم. الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل. أن تزكي نفسك أي أن تطهرها من الأدران، وأن تصلها بالواحد الديان. هذا هو الذكاء والفلاح، وهذا لا نعرف قيمته إلا حينما نقابل الله عز وجل. فالمؤمن في روضات